العملاق الكبيرة. انطلق الشوط وانطلقت الآمال مع المشاركين في تحقيق الناموس وسيارة هذا الشوط. مباشرة نبحر في عمق الميدان. أمصيحة تسيطر على المركز الأول، محمد بن سلطان بن علي الكعبي تتقدم في هذه اللحظات وتقود مساري هذا الشوط، بينما المركز الثاني تتقدم شواهين في ثاني المراكز، وياتي عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد يتقدم على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث وصلت لثريا، الثريا تقدمت على المركز الثالث، ومحمد بن علي بن محمد الفهيدة المري يتقدم على ثالث المراكز. أما المركز الرابع وهذه نوادر لفالح بن محمد بن عبد الله العجمي يتقدم على المركز الرابع. خامس المراكز أشوف الوصول والتحرك، وصلت ملوح وشعار بالضحاك محمد بن راشد بالضحاك المنصوري على المركز الخامس، بينما المركز السادس هذه نداتي في المركز السادس وحمد بن راشد بن محمد الزبداني المري يتقدم، بينما المركز السابع سابع المراكز شوف الوصول وشوف التحرك من الاتحادية، تعود ملكيتها محمد بن علي بسعيد اليحافي، بينما المركز الثامن تدخلت هناك من الجانب الآخر على ثامن المراكز. الله 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 الله، شوف الشاهينية وعبد الله بن محمد بن هلال البدري يتقدم المركز التاسع، تاسع المراكز، وهذه الجوهرة لعلي بن بطشان بن صالح الليامي والمركز العاشر. وصلت لمشاهدينا الأعزاء الشاهينية لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام خلف العشر المراكز. يا الله يا الأسماء، الله يا الشعارات، الله يا المشاركات في ميدان المرموم سيارتي هذا الشوط، وناموسها آمال الجميع، آمال الجميع المشاركين. عودة مرة ثانية، المركز الأول بدلت غيرت الاتحادية، محمد بن علي بن سعيد اليحافي وأبناء السلطنة، أبناء السلطنة. ووصلت مشاهدين العزاء من خلف العشر اللي ما ذكرناها، يا سلام هذه اللي وصلت مشاهدي العزاء. أيضا الاتحادية خليفة بن محمد بن مبارك الخيالي الشعار الخزناوي واصل بقوة، وهناك تدخلت أيضا اللي هي شوشرة سالم بن حمدان بن سالم الدرعي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الأسماء هذه انطلقت هكذا مشاهدين العزاء. شوف الانفراد، بدت الشوشرة سالم بن حمدان بن سالم الدرعي تتقدم، سجلت نقطة في ميدان الوثبة، أتت في المرموم وانطلقت بانفراد بالمركز الأول. تباهى للقوع، السلامات تباهى لها للقوع. الله 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 الله، المركز الثاني وصلت في ثاني المراكز، تحركت الشاهينية لعبد الله بن محمد بن هلال البدري واصل البدري على المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد، ولكن نعود مع المقدمة واخذ المركز الرابع سيطرة لهادي بن علي بن هادي الغفراني المري يتقدم في هذه اللحظات. ولكن شوف الستمية متر الأخيرة يا الدرعي شوشرة ولا نوادر شوشرة تنطلق، سالم بن حمدان بن سالم الدرعي المركز الثاني. شوف التحرك الشاهينية لعبد الله بن محمد بن هلال البدري في الصباح البدري، بالبدري بدأ يتحرك، انطلقت صباح الخير من بدري يا البدري. الشاهينية عبد الله بن محمد بن هلال البدري ينطلق بناموسي هذا الشوط، بسيارة هذا الشوط، بنقطة بالميدان المرموم تحفة الميادين
الميدان الذكي. هذا عبد الله بن محمد بن هلال البدري يقدم الشاهينية، وسلام يا أهالي السلطنة، سلام في هذا الصباح الجميل. لحظات الوصول، المركز الثاني شوشرة لسالم بن حمدان بن سالم الدرعي، والمركز الثالث وصلت له في ثالث المراكز، وهذه الشاهينية لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد، والمركز الثالث المركز الرابع سيطرة لهادي بن علي بن هادي المري، والمركز الخامس اللي وصلت فيه هذه الاتحادية محمد بن علي بن سعيد اليحافي. هكذا مشاهدينا العزاء التوقيت الأفضل في هذا الصباح مع أبو عدنان على شاشة التلفزيون، وهذه اللي هي الشاهينية قطعت المسافة في 5 دقائق 51 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية في الصباح البدري في هذا الانطلاق. وسلام يا أهالي السلطنة، عبد الله بن محمد بن هلال البدري انتزع ناموسي هذا الشوط. شوشرة قدمت كذلك أداء جميل، 5 دقائق 52 و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لك يا الدرعي سالم بن حمدان بن سالم الدرعي، وموصولة للزميل الإعلامي سهيل الدرعي كذلك على الفوز بالمركز الثاني. أما المركز الثالث اللي وصلت فيه الشاهينية قطعت المسافة في 5 دقائق و56 ثانية بالوفاء والتمام، مالك الشاهيني اللي يستاهل التهنية سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي. هكذا كانت مسيرتي هذا الشوط، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم.